يقول أمتلك ولله الحمد سكنا وسيارة مقبولة، إلا أني أستطيع ولله الحمد أن يكون عندي أفضل من ذلك، فهل الأولى أن أشتري سكن وسيارة أحسن مما أنا عليه إظهارا عن نعم الله تعالى، أو أقتصر على ذلك؟ إذا كنت تقدر على سكن أحسن من سكنك وسيارة أحسن من سيارتك ولباسا أحسن من لباسك من غير إسراف ولا مخيلة، فلا مانع أن تتمتع بنعم الله عليك ولا تضيق على نفسك، فإن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث إذا أنعم نعمة على عبد فإنه يحب ظهور أثر هذه النعمة على عبده، لكن مع الشكر لله عز وجل وعدم الأشر والبطر، نعم، والكبر، نعم. طيب،